قصة ليلى عبرة لمن يتخذون من هب ودب أصدقاء لهم. حكاية ليلى غادي تخليكم توليو تختاروا بعناية الأصدقاء ديالكم، لأنه في بعض المرات تحت اسم الصديق أو العشير هناك شيطان. صاحبة حكايتنا ليلى غادي تدفع ثمن غالي حيت اشتاقت ثقة عمياء في عقرب اللي كانت كتطعنها من مورا ظهرها وخلتها كتخبط بهذاك السم. ضروري تسمعوا هذه الحكاية باش تستافدوا درس عظيم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، سنه سعيده عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوا من خير. شكرا من اعماق قلبي على تفاعلكم مع اخر حكايه. شكرا لكل محسن طلب مني التواصل مع لبنى صاحبه اخر حكايتنا. ما تصوروش شحال فرحتوها وشحال رجعتوا لها الامل في الحياه. وباش تعرفوا شحال هذا البرنامج هو قوي ومنفع، عندي لكم بشارات خير. الباح صباح بشرتني لبنى باللي انها قدرت تجمع 8-3 جرعات باش تبدا في العلاج ديال ولدها، وبقاو ليها غير 2 جرعات لان على يقين باللي انها غادي تجمع 8 ديالهم ان شاء الله، وهذا خير دليل على انه رب الخير ما تنساش العباد ديالو. اي واحد ساندها بالقليل او لا بالكثير او حتى بالدعاء، بغيت نقول لك بلي انه راه ربي تيحبك وسخر لك هذه الانسانه اللي كانت في امس الحاجه للمساعده ديالك. فالحمد لله كنفتخر بهذا البرنامج، واكثر من هذا كنفتخر بكم بتشجيعاتكم وبمساعدتكم وحتى بدعمكم. دعمكم بكلمه طيبه خصوصا تخيلوا اللي فرح قلب صاحبات 61 حكايه ليومنا هذا. يمكن تيبان لك هذا الامر هو هين وشي حاجه دايزه، ولكن عند مولانا ما هو بهين، لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كان تيقول الكلمه الطيبه صدقه، والاحاديث طويله في هذا الباب. يا متابعين يا كرام، شكرا شكرا جزيلا على دعمكم لسنه 2022 اللي فيها بدا هذا البرنامج، وان شاء الله هذه السنه اذا بغى مولانا يكبر فيها اكثر ويلقى دعم من طرفكم اكثر واكثر. والدعم دائما كيف تنقول لكم كيتوقف على اشياء اللي هما بسيطين. اضغط على زر الاعجاب وتخلي تعليق ولو خير نقطه، وتفعل جرس القناه اذا ما كنتيش مفعله باش تكون من الاوائل اللي كيتوصلوا بالفيديوهات كيف كيتحطوا، حيت هذا الامر غادي يخلي هذا المحتوى انه يطلع عند ناس اخرين ويستافدوا منه اكثر. فما تعطلش عليكم اكثر واكثر، خليني نقول لكم لنبدا. صاحبه حكايتنا غادي تختار كاسم مستعار لها غزلان. كتقول انا غزلان كبرت وسكنت في واحد الدوار في واحد المدينه ما بين جده وخويا الكبير مني بعام وماما. ماما اللي هزتنا بسنانها وما لحتناش. بدينا نكبروا شويه بشويه كنسولوا على الاب ديالنا، كان الجواب ديال ماما بسيط انه مشاو خلانا، مشاو خلاني من بعد الزياده ديالي عندي 8 شهور. كتقول لي ماما بلي انه 14 العام وهو ما كانش شي ولد. نهار حملت ماما بيا وولدتني دار السبب وما خلى ما دار على ودي، ولكن واحد النهار غادي يهز الجاكيت ديالو وغادي يخرج وعمره باقي مازال رجع. ليومنا هذا عمرني ما شفته، انا اصلا ما عمرني عقلت عليه ولا شفته جو. بقينا عايشين مع جده اللي هي مت ماما، وماما ماما اللي ما عندها لا فلوس لا خدمه، غادي تنوض تخدم غتولي تخرج تمشي تجلس حدا واحد الجامع وتجيب لنا كل نهار شي بركه. مره كنديروا بها العشاء، مره كنبقاو بلا عشاء، مره 4 ايام 5 ايام كنبقاو بلا ماكله. جده كانت واحد المره اللي هي صعيبه بزاف بما تحمله كلمه بزاف من معنى. ما كانش كترحم ماما بالمره، كانت تشري علينا في نص ديال الليل. بقى كنعقل كانت جرات علينا جده في نص الليل وكانت الشتا خات من السما، عيينا ما نطلبوا فيها حلفات اللي دخلتنا. غادي ندقوا غير على واحد الناس اللي حدانا اللي غادي نباتوا عندهم ديك الليله. الصباح جات وقفت عليهم جده وقالت لهم اذا باقي مازال شديتوهم غادي نعيط لكم على البوليس. المهم كلشي كان عارف بلي انا امي في هذاك الدوار انسانه قاصحه وصعيبه بزاف، واي حاجه قالتها كديرها. بقينا هكاك كل مره كانت كتجري علينا، مره ندخلو مره ما ندخلوش، واحد النهار غتجري علينا وحتى واحد ما بغى يدخلنا لدارو حيت كانوا خايفين من جداتي. مشينا بتنا في واحد البير اللي كان على شكل واحد البيت في داك الدوار وكان مهجور. انا ما عقلاش على هذا الشيء كله حيتاش كانت عودت لي غير ماما، ولكن القساوه ديال جده عمرني ما نسيتها وعمرها ما تحيدت ليا ما بين عيني. ماما من بعد بدات كتمشي تخدم في الديور، مره كتجيب غداها مره لا، كل مره شنو كاين. المهم بقات خدامه. جده غادي تشوف ماما بلي انه كيدخلوها الفلوس ومبقاش كتقول لها عطيني، علما انه جده كانت كتشد لانتريت ديال جدي الله يرحمه
ولكن ما كانش كترحمها ولا تعتقها. طريف ديال الخبز ما كانش تعطيه ليها. جدي إذا جابت اللحم اللوز القرقاع التقدية اللي كتكون منوعه عمرها ما عيطت لماما وقالت لها هكا بنتي شي حاجه تاكليها انت وليداتك، ما كانش تحن فينا. من بعد ماما ولات كتخدم مع واحد السيد اللي كانت كطيب ليه في العراسات، غادي تولي حتى هي عندها واحد الخلصه في السيمانه ديالها. كنوليو حتى حنا كنشريو الحوايج كناكلو وكتجيب لنا العشاء كل نهار. ولينا بخير. بديت كنكبر انا وخويا، انا وياه اللي كنا في الدخلان تاع داك الدوار اللي دخل وخرج منه كيدوز من تما، كنا كنديرو حجيرات وكنجلسو كنتسناو ماما حتى تجي، واذا ما جاتش كنبقاو كنبكيو الليل كله تنبكيو حيتاش كنا عارفين بلي انا واذا مشينا دخلنا للدار عند جده غادي ناكلو قتله ديال العصا قبل ما نعسو، وغادي نعسو من فوق من هادشي كله بلا عشاء. الطاكسي اللي تجي تنقولو هذه هي ماما، ولكن والو. كانت الخدمة ديالها بعيدة بزاف، كانت خاصة 20 درهم في النهار ديال المركوب. يمكن تبان لكم شي حاجة عادية، ولكن كانت شي حاجة اللي هي خالية بالنسبة لينا حنا. جدة غير غدا وكتزيد في العذاب علينا، كتعاملنا بقساوة وكنتعاملنا لواحد الدرجة ما تتخيلوش. ما كانش كتغسل لينا ولا كتقابلنا ولا تدير لينا حتى ما ناكلو، لدرجة واحد النهار ماما كانت جلسات من الخدمة لنهار واحد وبغات تدوش لينا، وغادي تلقى فيا أنا وخويا الكمل. سولت جدة علاش ما كتهتمش بينا، قالت لها بكل برودة بلي على هنا لي والداهم اللي ولد شي يقابلو. المهم ماما غادي تقدم لها واحد السيد بغا يتزوج بها واللي كان عنده مشكل في رجليه، قال لها انت عندك وليدات وانا عندي وليدات اجي نتجمعو نسترو راسنا. رفضات حتى لواحد النهار من جديد جرات علينا جده وشتا خيط من السماء. مشينا عند واحد السيد اللي كنا كنعيطو عليه خالي، قلنا ليه دويلينا مع جده دخلنا غير هاد الليله. جا طلبها وقالت ليه على وجهك غادي ندخلهم. داك السيد قال ماما ديري حل راسك والا غادي تلقاي راسك في الزنقه واحد النهار انت وولادك. في الاخير ماما لقات الحل هو انه غادي تقبل بهذاك السيد اللي قال لها انت بولادك وانا بولادي ونعيشو بخير. ماما جات قالتها لجدة، جدة قالت لها ما تفرتيش مع دوك اللي برجليهم، عاد غادي تفري مع واحد اللي ما تعرفش حتى يمشي، ما بغاتهاش تزوج. قالت لها ماما انت باغاني نقابلك وما باغاش ولادي وراني ما بقيتش قادره نستحمل وتهد داكشي اللي في راسها. ماما فعلا تزوجت بداك السيد وانا عندي 4 سنين، غادي ننتقلوا لدوار اخر اللي كان قريب من هذاك الاول. مشينا لدار مفرشه وفيها كلشي وبخير. هذاك السيد عنده 3 ديال الوليدات، خويا اللي كبر مني بعامين حلف لها مشى معانا عند هذاك السيد اللي تزوجت به ماما. شحال عانت معاه باش جا عندها وعشنا احسن عيشه في هذيك الدار. داز ديك الفتره غتلقى ماما راسها حامله باختي اللي عندها دابا 12 سنه. فرحنا. جده ما بقيناش كنمشيو عندها الا مره حيتاش اصلا ما كانش كتبغينا نجيو عندها. وحنا تنكبروا ماما غتشوف ولاد راجلها الدري والبنت عايشين مع امهم، والصغير في ولادو الثالث عايش مع عائله ديال باه اللي ما كيعاملوش مزيان وعايش عيشه مكرفصه. ماما غتشوف حتى تعيا وغتقول السيد اللي تزوجات به غنجيبو ولدك عندنا يعيش معانا وغادي نكونوا بخير. فعلا جابته وبدات كتعامل معاه بحالنا تماما. هذاك ولد راجل ماما اللي جابته يسكن عندنا مشى عند الاب ديالو وقال لي راني بغيت نتزوج بغزلان بنت مرتك وغير نزيد نكبر شي شويه بغيتها ليا راه عجبتني. هو انا داك كان فايتني ب8 سنين. بابا قال لي واخا وجا قالها لماما، قالت لي بسم الله اذا كانت حلالا طيبا ما كاين حتى شي مشكل. من داك النهار وانا تنعرف غزلان فلان وفلان لغزلان، عمرني ما ظنيت انني نكمل حياتي مع واحد اخر من غيره وهو صافي. هذه هي الجمله علاش تبنات البقيه ديال حياتي ولفتو بحالة تنبغي، ولكن حقيقه الامر ما كنتش كنبغي، كنت غير متعلقه به وصافي. دخلت للمدرسه واللي كان عندي فيها مشكل كبير انني ما كنقدرش نجاوب واخا كنكون عارفه الجواب، والاساتذه ما كانوش يعطونا فرصه في نجاوبوا او حتى نقراو. اكثريه كنا كندخلوا عندهم كانوا يكتبوا لنا في السبوره وكنا كنخرجوا في حالنا، وكاع الدراري اللي قريت معاهم وقع لهم نفس المشكل اللي عندي انهم ما استفدوا والو. المهم بقينا بحال هكاك، وفي الدار حتى شي حد ما تيقول لي اجي تحفظي ولا اجي تقراي، وانا ما كنت كنقول لهم والو. غادي نكمل الدراسه ديالي واخا ما كنتش كنعرف لا نقرا ولا والو بحال ما داخلاش. تخيلوا اليومين هذا اي واحد سولني واش دخلتي المدرسه تنقول ليه لا غير باش ما يضحكش عليا. هاد الفتره غادي تدوز به خير حتى 2013 غادي يجي الترياب، غادي يريبوا لينا دارنا ويقولوا لينا غادي نعطيكم واحد البلاصه فين تبنيو فيها. حنا تشاركنا مع الاخ ديال الراجل اللي تزوجات به ماما، غادي تشارك معاه راجل ماما اللي بديت كنعيط ليه بابا، غادي يسكنوا هما في طبقه وحنا غادي ناخذوا 3 تاع الطبقات ولاكاف. ملي بنينا هاد الدار تحولنا ليها، وغادي يخلط علينا ولد راجل ماما اللي جاي يسكن معنا على اساس انه باش يقرا. بقينا مجموعين عادي كأي عائلة، حتى لواحد النهار غادي تقلب حياتي رأسا على عقب. السيد اللي خطبني غادي يتشد في الحبس، انا كانت عندي انا ذاك 14 سنة، هو غادي يتشد على واحد المشكل اللي وقع ليه مع صاحبه
وما بقات ما بيناتنا حتى شي علاقه. دوزت 8 شهور في الحبس وغادي يخرج. من بعد فاش غادي يخرج غادي يبغي يتقرب مني، يتحرش بيا، او لا بمعنى اخر يتجرأ عليا، وانا ما كنتش فاهمه والو في هذا الشيء. ماما كانت فاش كتبغي توصفني كانت تقول لي انت غير هبيله في هذه الدنيا وراك مازال ما عارفه والو غير حله في امي. وغدا ما مسوقه لوالو. هذاك النهار فاش خرج من الحبس كان بدا كينعس في لاكاف، غادي يطلع عندي وغادي يبقى يدوي معايا ويوريني شي تصاور وفيديوهات اللي كانوا اباحيين ويقول لي خصنا نديرو بحال هكا. انا تنقول ليه هادشي راه خايب، اذا شافتني ماما غادي تضربني، وهنا غادي يوقع داكشي اللي ما كانش خصو يوقع. هاد المرحله غادي نفقد شرفي وانا مازال ما وصلتش لسن البلوغ، يعني وانا مازال طفله. هذاك النهار عمرو ما يتنسى ليا من بالي. تخلعت وقلت لي غادي نقولها لماما، قال لي لا اذا قلتيها ليها غادي تضربك وما غاديش تبغيك علاش درتي هادشي وغادي تجري عليك الزنقه. خلعني ودار فيا الرعب ديال بصح وما بقيتش كنخلي انه يتقرب مني. هذوك الايام كانت سكنت حدانا واحد البنت اللي جات تسكن عند عمتها اللي ما كتولدش. هاد عمتها اللي كان عندها حانوت وجابتها على اساس انها تونسة وكانت كسبت عندها في ديك المكازا اللي كانوا دايرين فيها الحانوت. ماما كانت كتعرف عمتها مزيان وكانوا صحابات من الروح للروح. واحد النهار غادي تجي لعندنا هاد عمتها وتقول لنا عافاكم بغيت سعاد تبقى معاكم حتى نبني الدار وديك الساعه نجيبها لعندي. قالت لها ماما ايه ما عندي حتى شي مشكل. هاد سعاد كانت مصاحبه مع بنت عمي اللي كانت ساكنه فوق منا، لما عرفوها غادي تسكن معانا قالت لها جي سكني معايا وما تسكنيش معاهم هما، وقولي لعمتك راكي ساكنه عند دار فلانه اللي هي ماما. هي سكنت في دار عمي وانا بقيت ساكنه في دارنا عادي، وليت انا وياها حتى حنا صحابات، وليت نشاركها شي حوايج اللي ما خصنيش نشاركهم معاها، وكنعاود لها اسرارنا ديال الدار وحتى المشاكل. الشاده والفده كانت كتعرفهم. واحد شويه هاد سعاد غادي تولي في علاقه مع السيد اللي خطبني من صغري، وهي كانت عارفه بلي انه هو راه خاطبني وكانت دايره راسها بحال انها ما فراسها والو. كيفاش غادي نعرف بلي بيناتهم شي حاجه؟ واحد النهار غادي تجي معطله، كانت في واحد العرس وغادي تطلع لعند دار عمي وتقول لها مرت عمي مالك؟ قالت لها راه انا سعاد بغيت ندخل نعس. قالت لي هلا ما غاديش تبقاي تباتي عندنا سيري في حالك. جرات عليها. انا هذيك الوقت غادي نسمع بحال الخطوات في الدروج، غادي نحل الباب وغادي نلقى داك الخطيب ديالي مع هاد سعاد واقفين بطريقه مخيله للحياه. ما عجبنيش الحال، دخلت ودرت بلي انا ما فراسي والو سديت عليا. هما طلعوا للسطح. هذيك سعاد كانت كدير جميع انواع الموبقات وكانت كتخرج حتى مع الدراري. فاش غادي تطلع هي ويا للسطح في واحد البيت غادي يجلسوا اعزكم الله ويبداو يكميو بزوج. فاش غادي تسالي غادي تهبط لعندي وتدق عليا باش تدخل. حليت ليها وما درت معاها حتى شي ردت فعل. حدها قالت لي راه مرت عمك جرات عليا. سولتها علاش، قالت لي راه ما درت ليها والو حيت جيت معطله. قلت لها صافي دخلي. رغم هادشي كله كانت عزيزه عليا، كنت كنشوفها اختي وكانت كبر مني بعامين، كنت دايره فيها الثقه التامه، نقدر نعطيها عينيه في ديك اللحظه كون بغاتهم. صراحه ما تسوقتش لكاع داكشي اللي دارت مع خطيبي حيت حتى انا ما كانش عندي شي اهتمام كبير من جهته. بقينا هكاك حتى لواحد النهار غادي تهبط مرت عمي وتقول ماما هضري مع فلان يعطي اتساع لديك المصيبه نتاع سعاد، شي نهار غادي يديروا لك شي كارثه. جات عندي ماما وقالت لي ها شنو كاين ما بين فلان وسعاد؟ قلت لها الله اعلم، يقدر يكون ما بيناتهم شي حاجه، المهم انا راه ما عارفه والو. قالت لي راه مرت عمك هي اللي قالتها ليا وراني تقت بها. ماما مشات قلبات واش بصح ما بيناتهم شي حاجه، قالت بلي اه فعلا كاينه شي حاجه. انا صافي ديك السيد ما بقيتش متعلقه به، وبما انهم كبروني من صغري بلي انا ليه وهو ليا فبديت كنحيد ديك الفكره من راسي. هادشي كله عمت سعاد ما سيقاش ليه الخبر، كانت يصحاب ليها بلي انه بنت خوها راه بريئه وما كدير والو. انا ما غاديش نبقى فيها وغادي نحاول باش انا نبعد منها ونتعامل معاها بكل برود. هي غادي تبغي ترد ليا الصرف واخا ما عرفش الصرف ديالاش. المهم قطعت معها علاقتي. غيجي هذاك العام ديال 2018 اللي غيمرض فيه الاب ديالي او بالاحرى راجل ماما، اللي غادي يطلع ليه الطونسيون 25 وتوفى الله يرحمه. جات سعاد وواساتني وجلست معايا وبكات معايا ودارت معايا فيلم واحسنت التمثيل فيه. انا بعدا ما نقدرش نافق شي حد ونقول ليه راني كنبغيك وانا معاك. المهم هادشي كله حيتاش كانت كتخطط لداكشي اللي هي باغا، ما كانتش بها الصحبه ديالي ولكن كان بها الخطر. كيف قلت لكم هي عند بالها بلي انا ما عارفاش شنو بينها وبين هذاك خطيبي، كتجي كل مره تقول لي راه واحد الدري غادي يجي يخطبني وانا عارفه شكون هو. المهم داك الشهر داز عندي صعيب لاني ما تخيلش انه الاب اللي عطى ليا مولانا من جديد غادي يموت ونتيتم. ما كنتش عارفه بلي انه يجي واحد النهار وما لقاش لي من نقول بابا ولا نلقى داك السند اللي كان عندي. فاش مشى حسينا بلي شي حاجه من جديد ترست فينا. انا غادي نمرض نفسيا حيتاش ما تخيلش انه بابا غادي يموت. سعاده الفتره كلها كانت كتواسيني ولكن كيف قلت لكم كانت غير كتمثل، ومهما هذا غادي نعاود نثق فيها من جديد، وكانت ثقه عمياء
وبقات ساكنه معانا. مره كانت كدير شي حركات ماشي حتى اللي هي مع داك خطيبي، فاش تنظر فيها كتقول لي ويلي راه غير تنضحك. ماما كتقول لي الغلط منك، انت اللي خليتها تجي تجلس معانا النهار الاول. من بعد ماما غادي تولي تفكر باش انا ندير خطبه. انا تنقول لها مع من غادي نديرها؟ واش مع واحد دير علاقه مع بنات واحد اخرين؟ لا راه ما يمكنش، انا كنعن بيا غير الله. ولدابا ماما ما عارفاش شنو فقدت. ماما غادي تخرج تخدم من جديد حيت نفس القصه غادي تعاود، الا ما خدماتش ما غاديش ناكلو. الراجل اللي كان تيصرف علينا الله يرحمه، انا خرجت من القرايه لانه واحد النهار تحرقت من يدي واحد الحرقه اللي كانت صغيره ودرت ليها الفاصمه باش ما تعكرنيش. الاستاذ غادي عيط ليا في القسم وقال لي حيدي هادشي. قلت لي راني محروقه ودايره الفاصمه، ديك الساعه غادي يصرفقني وما كنتش عارفه علاش. مشيت نجمع حوايجي الادوات ديولي وتبعني وهز لي الشكاره ديالي حتى للفوق وخبطه عليا 4 ديال الخبطات والشكاره كانت ثقيله. انا ما حملتش راسي ديك الساعه وجرني من التريكو ديالي حتى وصلني حدا السبوره وبدا كيضحك فيا التلاميذ. كانوا تيقولوا لي الاستاذ راه غزلان راه مريضه، الاب ديالها راه يلاه مات ورفيع الاعصاب، راه تقدر تطيح لك هنا. كان تيقول لهم انا راني عارف هاد النوع غير كيمثل ما رحمنيش. من ديك النهار تاخذت قرار باش انني عمرني ما نرجع للمدرسه. تعقدت من شي حاجه سميتها استاذ ولا من شي حاجه سميتها مدرسه ولا حتى التلامد. قالت لي ماما ديري شي تكوين ما تبقايش في الدار. قلبت على واحد المدرسه كدير داكشي ديال الحلوه والطبخ وقريت فيها 6 شهور. واحد النهار غادي نضرب انا وسعاد وغادي تولي تعايرني وتولي تتعامل معايا خايب بزاف بلا ما نعرف علاش وشنو السبب. بدات كتقول لي اول وحده بغاها فلان هي انا وراه غير تيضحك عليك وداكشي اللي بيناتكم راه غير كذوب وغادي يتزوج بيا انا. قلت لها هادشي كله ماشي سوقي وحياتي ما بقاتش واقفه عليه. تخاصمنا ورجعت عند عمتها حيت هذيك الساعه سالات البني، ما بقيتش كنتلاقى بها الا على مده طويله. واحد النهار غادي تجي لعندي وتقول لي غزلان يلا معايا لواحد العرس راه حنا معروضين ليه. قلت لها لا سعاد انا ما بغيتش نمشي لحتى شي بلاصه، عفاك عطيني اتساع. بقات كتطلبني حتى داتني. انا من عادتي ما عزيزش عليا التصاور، فهداك العرس غادي تصمم باش انني نتصور انا وياها. حكرات عليا رفض وبقات معايا حتى تصورنا، وهنا غادي يكون اكبر غلط كان سبب في دمار حياتي. هي اصلا ما كتحملنيش وما كتبغينيش وناويه على الغدر. المهم غادي تنوض تعيط للسيد اللي كنت انا وياه مخطوبين وتقول لي هي انا هي هذيك البقره اعزكم الله مع بزاف ديال المعيور، حيت من بعد هو غادي يسمع ليا هذا اللوجو. هو قال لها ما يمكنش لي نخلي وحده كنت عايش معاها من صغري ونجي نبدلها بك انتي. وهو يعيرها، هي فاش غادي تسمع هذا الكلام غادي تزيد تحقد عليا. غيوقع مشكل ما بين عمتها وماما اللي ما عرفتش ديالاش بالضبط، حيت لحد الان ماما بغاتش تقول لي السبب. مشكل اللي غادي يخليهم انهم يقطعوا مع بعض العلاقه اللي كانت بيناتهم، وهنا صافي العلاقه سالات 100%. حتى السلام ما بقيناش تنقولوا اذا تلاقينا مع بعضنا في الطريق. دازوا الايام وغادي يجي الفيروس وغادي يجي الحجر الصحي وغادي نجلسوا في الدار بحالنا بحال الناس. من موراها بشهر بالضبط غادي يوليو يطراو ليا شي حوايج اللي كانوا غراب. وليت كنشوف شي خيالات، وليت كنشوف الدم في الحيط، وليت كنشوف المشاش عندنا في الدار وانا ما كنتش مربيه المشاش. واحد النهار غادي نكون كنشر الحوايج مع غادي ندور غادي يبان لي واحد الخيال دايز محدايا، غادي نهبط نجري نقولها لماما. كتقول لي لا راكي غير كتخيلي، تحد ما غادي تيقني وتيقولوا لي راكي غير كتخيلي. غادي نولي نطيح وندوي بشي كلام اللي كان غريب. داكشي غادي يولي غادي وكيتزاد بزاف. غنولي نشوف في الدار شي حوايج اللي ماشي حتى لهيه. غادي نولي نشم واحد الريحه خايبه كتقول غزلان بلي انه هاد القضيه فكرتها في القصه نتاع ديك البنت اللي كانت حكات لينا الحكايه ديالها اللي كانت في الدات ديالها واحد الريحه اللي هي خانزه رغم النظافه ديالها ورغم الوضوء وبزاف ديال الامور. قالت لي غزلان انا حسيت بها لانني كنت في بلاصتها، داتي كانت كتخرج منها ريحه ما يمكنش وغادي نولي ما نحملش راسي. وانا غادي نقول لكم السبب نتاع ديك الريحه. انا في ديك الوقت ما كنتش كنتخايل، كنت كنشوف الجن فعلا قدامي كل مره وكيفاش كنت كنشوفه. مره كنت كنشوفه على هيئه ماما، مره كنشوفه على هيئه قط، مره كنشوفه على هيئه كلب. واحد النهار كنت جالسه بوحدي في الدار وجالسه تنغسل الماعن في الكوزينه، شويه تندور حتى كيبان لي واحد الحنش كبير جاي ليا غير انا غادي نغوت وهو يغبر. بقيت كنقرا قران ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، وليت كنطيح وليت كنطق باسماء اللي ما كنعرفهمش منين تنجيبهم، وليت كنفيق كنلقى فمي عامر بالدم، يدي في اولا رجلي فيهم الغيس. تنكون جالسه مع العائله حتى نتاع السحر الاسود واللي ما نقدرش نشاركهم معاكم. واحد النهار جالسه ما بيا ما عليا وغادي نوض نبقى كنغوت ونتف راسي، غادي نشد واحد الكتاب وغادي نبدا كنخطط فيه لدرجه انه المداد ديالو خا منه نص. كنخطط بعصبيه وكنبدا كنبكي بواحد الحاله لا اله الا الله محمد رسول الله. 21 شهر جوج 2022 دازت عليا جهنم. ماما اقترحت عليا باش انها تديني عند الراقي، انا رفضت غيديروا لي فراسهم وقلبوا لي عليه وجابوه لي للدار.
داك الراقي ما دار ليا والو غير زاد ليا في عذابي، بدا يقرا عليا قران وداكشي اللي فيا بدا تيطلع وكيدوي. انا ديك الوقت غبت، ملي فقت سولت ماما شنو كان تيقول، قالت ليا تيقول بلي انا وهادشي اللي فيك من سحر مدير ليك من طرف ثلاثه ديال العيالات، بنت وزوج ديال العيالات اللي انا كنعرفهم مزيان. داكشي اللي فيا هو اللي كان تينطق ماشي انا. يقدروا يقولوا شي ناس بلي انه انا كنكذب، ولكن اقسم بالله العلي العظيم بلي هادشي بصح وقع ليا. وليت كنشم في ذاتي ريحه ما كنستحملهاش، بحال ريحه ديال الجيفه عزكم الله، كنت كنشمها في ذاتي. اذا وقف حدايا شي حد تيقول ليا شنو هاد الريحه، انا بنت نقيه وكنتوضى كل نهار ومهليه في حالتي، ولكن والو الريحه هي الريحه. ماما من بعد المرات كانت كتقول ليا هادشي راه ما كيدخلش للعقل، واش انت اللي كديري هادشي في راسك؟ تنقول لها لا ماما راه قسما بالليله ماشي انا اللي دايره هادشي. في الدار كلهم حتى حد ما بقى تيحملني، وليت مريضه نفسيا، وليت خصني نبين بلي انني ضحكه ونشيطه بزز مني، ولكن الداخل ديالي كان عالم به غير الله. كنت مهمومه. واحد النهار طلعت لي الدنيا في راسي، مشيت خديت واحد الدواء كان عند بابا الله يرحمه اللي كانت فيه 60 حبه كلها غادي نشربها، وهو كان تاع النعاس يومين وانا نعسه. غنكون غدا المدرسه فين كنت كندير داكشي ديال الطبخ ونطيح، غادي يعيطوا الاسعافات يديوني للسبيطار، تجي ماما تبعني وغايقولوا لها بلي انني عندي الاعصاب في المعده وبزاف ديال الحوايج. داكشي كان غريب وعجيب. غادي نمشي عند واحد الراقي معروف في المغرب وراكم عارفينه، قلبت عليه فين كاين بالضبط، ودتني ماما وخويا وانا مريضه ورجلي ما قادينش يتمشاو. فاش لقيناه شحال وحنا شادين النوبه باش نوصلوا لعندو، حتى سخفنا في الاخير تفلى علينا ودالنا فلوسنا. تخيلوا حطينا ليه 2 مليون غير باش نكون مزيان، والله العظيم ما كانت حتى شي نتيجه. كنت كنمشي في كل حصه كان تيقول لي رجعي نهار السبت رجعي نهار الحد، والفلوس غير غادي كيمشيو. الراقي اللي قالوا لي مزيان كنت كنجري نمشي عنده. عاوتاني ماما غادي تعيط لي على داك الراقي اللي كان يجي للدار، والمشكل تاعو هو انه كان تيقتل الجن في الذات ديال الانسان. قال لي داك الراقي واحد الكلام لي انا مازال ما متيقاش، قال لي داكشي اللي فيا تينطق، قال لي بلي انه مالكنيش 17 الجن، هو غادي يقتل واحد منهم. داك الواحد اللي قتل منهم الام ديالو كاينه حتى هي في الذات ديالي. الجن فاش تيقتلو ما تيخرجش، يعني كيبقى لداخل عندي. صرح لي بلي انه اول جن دخل في ذاتي هو الجن العاشق، يعني الجن الاخرين دخلوا عن طريق هذا الجن باش انا والخطيب ديالي نتفرقوا بالمره. هذاك الجن العاشق فاش مات بالليل غادي نحلم بلي انه بحال كنت في واحد العزو وانسان كان قدامي مغطي، واحد المراه كتقول لي غادي ننتقم منك حيت قتلتي لي ولدي، وصفتها كانت اعزكم الله بحال ديال الكلب. فاش انا قلتها للراقي قال لي غير تيكذبوا عليك راه ما يقدروا يديروا لك والو. انا صافي ما بقيتش تسوقت لحتى شي حاجه وخطات وقطعت صلاتي. كتقول باش ما ننساش هذاك الجن اللي مات فيا لداخل هو اللي كان تيعطي ديك الريحه نتاع الجيفه اعزكم الله. واشي كله شرحوا لي الراقي. المهم بقيت في ديك الحاله مريضه وما حملاش راسي، وحتى شي حد ما بقى كيحملني ولا يبغيني، لدرجه خواتاتي ولاو كيخافوا مني وما كيبغيوش ينعسوا معايا. مرض نفسيا. واحد النهار كنت جالسه مع دارنا ورجلي غادي يبداو كيضربوا بوحدهم وكيتخططوا ليا، والدم كان تيخرج منهم. كنغوت على حر جدي وكنبدا كنضرب في راسي وكنقول شنو هاد الشيء. بعد المرات كنبدا نقول لاش انا عايشه في هاد الدنيا، يا ربي نموت. حتى وليت كنفكر في الانتحار بزاف، ماشي مره ولا زوج حاولت الانتحار، وليت كنلقي يدي محروقين وبزاف ديال الحوايج. واحد النهار ماما لقات واحد الخدمه قالت لي دوزي فيها الوقت ديالك، وما تبقيش جالسه غير في الدار. ديك الخدمه اللي قالت لي هي في المخبازه، دوز السيمانه الاولى مزيان، السيمانه الثانيه مزيان، حتى السيمانه الثالثه اللي غدوز عليا بحال جهنم. واحد النهار فيها كنت طلعت نصلي العصر في واحد السده اللي عندها الدروج ديالها، وتخيلوا انا طالعه بحال شي واحد دفعني على حر جهده وطحت على ظهري من اللور. الصوت مشى ليا، الكلمه اللي عقلت عليها قلت هي امي. النفس تقطعت ليا وعظامي مده سيمانه وبحال مهرسين، ما كناكل لا ماكله ولا تنشرب ما غير نعسه على ظهري. دازت شهر وقلت غادي نرجع لخدمتي. رجعت واحد النهار خرجت شويه بكري حيت حسيت براسي ماشي حتى لهي، جايه في الطريق وسخفت ما عرفت حتى شي حد، غير انا حليت عيني وفقت كنلقى كاع الناس مجموعين عليا. شدتني واحد مولاتي الخلعه مع احساس ما كيعلم به غير مولانا. تيسولوني الناس واش مريضه، واش فيك السكر، واش فيك طونسيون، كل واحد شنو تيقول ليا، وانا كان كيتقطع ليا صوتي ما كنقدرش ندوي ولا نتكلم بالمره. بزز باش فهموني وانا تنقول لهم تليفوني في الساكي عيطوا لي على ماما. واحد النهار غنمشي عند واحد الراقي في مدينه كبيره، داك الراقي غادي يمشي عنده في حصته الاولى، داكشي غادي يتكلم فيا ويقول ليه البنت اللي دايره هادشي ها شنو سميتها وشنو سميتها، سعاد بنت فلانه بنت فلانه، غادي يعطي التفاصيل تاع الانسانه اللي كنت دايره اختي ودايره فيها الثقه التامه. دخلت لدارنا وانا ما كانش على بالي بلي انني دخلت قرعه ديال السم،
انا ما درت لسعاد والو، كنت كنصلي وكنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. بقات حالتي على هكاك، ماما كتعاني معايا، مره تيقني مره لا. اللي عانى معايا اكثر واكثر هو السيد اللي خطبني، اللي من بعد اعترف ليا بلي انه غلط. انا صراحه ما فهمتش علاش هاد سعاد اذتني انا خرجت من ديك الخدمه حيت طراو ليا فيها مشاكل بزاف وتنضرب مع الناس تما. جلست في دارنا ودرت الحجاب بلباس شرعي، مشيت كنقلب على محاربه الاميه اللي كانت عندنا في الجامع. مشيت عند المدرسه نيشان وقلت لها عافاك سمحي لي، انا ما غادي نعيط لك لا استاذه لا معلمه، غادي نعيط لك غير بسميتك حيت انا عندي عقده مع كلمه استاذه، لدرجه راني حاقده عليهم والماضي ديالي معاهم راه خايب. انا انسانه عنيفه مع شي حاجه سميتها استاذ ولا استاذه، في اي لحظه نقدر نهجم عليهم بلا ما كنحس، واخا ما يكونوا دايرين لي حتى شي حاجه. قبلات وتفهماتني لما وليت كنمشي للجامع باش ندير محاربه الاميه، واحد النهار غادي تكون واحد السيده كتقرا في واحد الصوره وداكشي اللي فيا تيقول ليها سكتي، وما بغاتش تسكت. انا بقى عاقله على راسي، خرجت من الجامع ومع غادي نفيق غادي نلقى راسي في البحر. لقيت ماما كتصوني ليا وكتقول ليا فينك، راه حنا تنقلبوا عليك. قلت لها ما عرفتش فيني، من غير انني راني في البحر لقيت راسي في واحد السيده ولا واحد الضريح اللي تيخربقوا فيه الناس داكشي ديال التشعويد والسحر. المهم جدة اللي كانت كتجري علينا مرضات وكبرات ولات عندها 108 سنه. طحت في دارها عيطوا علينا الجيران وقالوا لنا بلي انا وجداكم مريضه. مشيت قابلتها، ما بقيت لا كنصلي لا كندير حتى شي حاجه، كنبقى بوحدي النهار والليل. ما بقيتش كناكل وغير شاده واحد البيت في واحد البراكه مظلم وكنبقى كنجلس فيه بالسوايع. كيوصل الصباح كنبدل امي كنعطيها تفطر ونتخشى في داك البيت، ما كنت كندير حتى حاجه. ما عندي الدار كانوا كيتجمعوا باربع ايام بخمس ايام، ما كنتش كنغسلهم. وليت مكتئبه وليت خاصني غير نضحك بزز مني، اذا جاب الله جا شي حد يزور جده حالتي غادي وكتكفس. واحد النهار غادي نفيق وغادي نلقى مرسوم ليا في رجلي صليب. بقوه الصدمه بقيت كنضحك لدرجه الدموع خرجوا ليا من عيني. مشيت عند واحد السيده اللي كانت ساكنه حدانا تنعرفوها بحال اخت ماما، قلتها ليها. قالت لي يا بنتي الله يبعد عليكم ولاد الحرام، حتى هي ما تيقاتنيش. جا السيد اللي خاطبني وقلت ليه شوف شنو واقع ليا، هو اللي خدا لي هذا التصاور وانا كنت مخلوعه. غادي نرجع لعند هذاك الراقي الاخير وقرا عليا قران وطحت، وقال لي يا بنتي السحر راه تحيد منك ولكن الجن باقي فيك وباغيك باش انك تكوني شوافه ومشعوذه. قلت ليه لا لا لا، انا عمرني ما غادي نكون هذا الشيء ولا عمرني حلمت ندير هذا الشيء. قلت ليه راني عمري مشيت حتى عند الفقيه وعمرني بغيت نقبل نجي عند شي راقي، حتى فهمت بلي انه كيداوي غير بالقران. ما بقيتش مضروره من السحر حيت ما بقاش فيا، ولكن وليت مضروره من طرف الجن اللي كانوا باغييني نذبح عليهم حاولي دجاجة بقره. المهم كان عندنا واحد العرس في العائله، حتى واحد البنت من العائله اللي غادي نحضروا ليه. داك العرس كانوا جايبين فيه بحال دوك الغياطه، وخاطري عييت منشد فيه اللي كان باغي ينوض باش يجذب. واحد المراه كانت حدايا عارفه شنو بيا، عارفه المشكل ديالي، حبساتني. لا غد ليه داكشي اللي كان بغاني نوض وما لبيتش ليه داك الطلب غادي يخليني انني نوض معصبه، لدرجه انني كنخوت على كل شيء بالصباح. من بعد طحت من زوج ديال النهار حتى السبعه ديال العشيه وانا فاقده الوعي ديالي. هاد المده اللي انا كنت فيها غايبه كنت كنشوف راسي جالسه في واحد الكرسي كبير وقدامي بحال الخيالات كيدوزوا. ماما بدات الرحله ديالها من جديد، انها كتقلب لي على راقي ديال بصح وخدمته ندوي عليه. واحد الراقي اللي كان غير حدانا غادي تمشي لعنده، وانا كانوا رجليا عوجين وليت كنمشي بحال البطريق بسبب الجين اللي فيا. داكشي اذا شفتيه بعينيك راه ما يمكنش يدخل لك لراسك، ولكن انا بقوه ما كنت كنعيش هادشي وكنشوف فيه ما بقيتش كنبكي، وليت غير تنضحك لدرجه هيستيريه. كتقول لي يا ماما لا بارك راكي غادي تسطي، تنقول ليها راني تسطيت صافي. مشيت عنده الحصه الاولى وكانت نفس الهضره، داكشي غادي يطلع فيا وغادي يقول لي حنا بغيناها تخدم لينا وهادي وهادي وهادي. درت معاه ثلاثه ديال الحصص، الحصه الثالثه ما غادي يبقى فيا والو، غادي نتبدل ونتحسن ونقول الحمد لله. في شهر 3 2022 غادي نرجع جد طبيعيه، لا احلام لا خيال لا ضريب لا دم لا ريحه لا والو، رجعت طبيعيه. وليت نبغي كلشي، وليت نبغي حتى ديك جده اللي شحال كانت كتلوح فينا وجاها الزهايمر اليوم ولا تخرج من فما غير المعيور، اللي الله اعلم ربي اليوم كيعاقب فيها على داكشي اللي دارت لينا، جرات علينا وحنا يتامى. المهم شهر 5 غادي ندير العقد ديالي مع السيد اللي خطبني منين انا صغيره. وليت كنبغي حيتاش مهما داكشي اللي وقع وقف معايا وقفة نتاع الرجال، واخا بزاف ديال الحوايج اللي دارهم في الصغر ما كانش خصهم يديرهم. انا وياه اليوم مزوجين وعايشين بخير وناويين اننا نكونوا عائله ان شاء الله. كنحمد الله على الابتلاءات اللي عطاني، واخا
دازوا صعاب وباقين مخلفات منهم اللي كانوا زوج. انني كنخاف نبقى بوحدي وعندي مشكل انني القرية ما بقاش تدخل لي راسي. انا وليت اليوم كندوز من باب قدام ديك السحارة تنحس براسي بلي انني قوية. عرفتوا علاش؟ لانه مهما دات فيا ما دقيت لا باب شوافة لا باب فقه، دقيت باب الله وربي شفاني ولله الحمد. جدة اكبر درس ليا من بعد بزاف ديال الدروس. وليت كنجلس وكنتامل فيها وكنشوف وكنقول شوفوا الدنيا كيفاش دوارة ويا شحال دوزت علينا، ودابا بامكاني انني نوض ننتقم منها اللوحه نضربها حتى شي حد ما يعرف. ولكن لا، انا باغا الرحمه ديال مولانا، انا كنشوف فيها القدره الالهيه اللي هي اكبر من حاجه في هذا الكون. شهر جاي ان شاء الله غادي نبدا مشروعي الخاص اللي منين وانا صغيره كنت كنحلم به. انا حمد الله وشكره وعايشه عيشه زوينه بزاف. واخيرا غنقول لكم واحد الجمله ما عرفتش واش تفهموها ولا لا، الويساتي هم خوتي وعدوزتي هي ماما، وهذه هي حكايتي. وكانت هذه هي حكاية غزلان، نهاية متفائلة، نهاية سعيدة. كتقولي يا غزلان أنا بغيت نقول لبنات أنهم عمرهم ما يتيقوا في شي صديقة ولا صديقة، أو لو يقولوا نعطيو تصورنا ولا نشاركوهم أو أيا كان وخيطم معكم بحياتهم. أنا ما بغيت حتى شي وحدة تيق في شي حد، خصوصا عمركم ما تخليوا ظفاركم ولا شعركم ولا حوايجكم من موراكم. أنا دابا فقدت الثقة ديالي في هاد الأمور. الحمام إذا مشيت لي عزكم الله وغسلت شعري كنبدا كنقلب على زغبة بزغبة ونجمعوهم وديها معايا حتى للدار واللوحة، حيت وليت موسوسة بداكشي اللي وقع ليا. وأخيرا حافظوا على صلاتكم، حافظوا على صلاتكم لأن هي الدواء لكل داء. أما عني شخصيا إن يسركم الله فلا غالب لكم. كنتمنى أنه حلقة اليوم تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش أنكم تخليوا الغزلان تعليق جميلة لأن غادي تقراهم. دمتم في رعاية الله وحفظه. سنة سعيدة. سلام سلام.